نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأملى علينا عثمان بن أبي شيبة ببغداد، حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يبدأ باليمين قبل الحديث قال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامة كما يخلو أحدكم بفلوه، يقول: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ نعم قال حدثني أبو عباد البصري قطن ابن نسير الذارع قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: يا عبدي ما غرك مني؟ يا عبدي ما غرك مني؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وماذا أجبت المرسلين؟ وهذا كله مما له حكم الرافع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يأتي هذا من قبيل اجتهاده أو رأيه، بل هذا من الأمر الغيب الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعرف لابن مسعود أخذ عن أهل الكتاب، بل كان من أشد الصحابة نهيا عن الأخذ عنهم. نعم. قال حدثني أبو عباد البصري قطن بن سير الذارع أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: يا عبدي ما غرك مني؟ يا عبدي ما غرك مني؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وماذا أجبت المرسلين؟ الله المستعان. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة. وفيها إثبات أن الله يتكلم، وأن الله يرى، وأن العبد يجاوب ربه. فالمؤمن لا يكابر، بل يقر بذنوبه، فيمتن الله عز وجل عليه بأن يدنيه حتى يضع عليه كنفه، فيقول: عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. وغير المؤمن يكابر ويعاند، فيلقى جزاء مكابرته وعناده، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بن حكيم رضي الله عنها. خولة بنت حكيم. نعم. أحسن الله عليك. قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته وهو يقول: والله إنكم لتجبنون وتبخلون، وإنكم لمن والله إنكم لتجبنون وتبخلون، من الجبن، وهو ضد إيش؟ الشجاعة. وتبخلون ضد الكرم. نعم. والله إنكم لتجبنون وتبخلون، وإنكم لمن ريحان الله عز وجل، وإن آخر وطأة الله عز وجل لبوج. وقال سفيان مرة: إنكم لتبخلون وإنكم. نعم، هذا فيه ضعف، لأن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من خولة بنت حكيم المرأة الصالحة، وإنما نقل له هذا القول عنها، وما كان مما ينسب لمقام النبوة يتحرز فيه حتى تعرف الوسائط عمن سمعه عمر، هل سمعه عن ثقة فيصحح به أو عن غيره، كل ذلك من باب الاحتراز والصيانة لحديثه عليه الصلاة والسلام. نعم. والأولاد مجبلة مبخلة كما جاء في الحديث، إن هؤلاء الأولاد مجبلة مبخلة،
مجبنة، وإن كان أبوهم شجاع لكن يجبنونه بعاطفته تجاههم، مبخلة يبخل عن البذل لئلا يقتر عليهم أو يحرمهم. ولا شك أن الحسن والحسين هما ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أوس أن آخر وطأة الله عز وجل لبوج. قيل لسفيان: ذكره عمرو بن أوس عن أحد؟ قال: لا. قال سفيان: وكان سعيد بن جبير يأتي أخته أو أهله فيسلم عليهم يقول: يصل بذلك عمرو بن أوس. قال سفيان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: تسألوني وفيكم عمرو بن أوس؟ والله أعلم بالمراد. نعم. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه أو رجله عليها فتقول: قط قط. وهذا حديث أنس ثابت في الصحيحين، أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطن قطن، أو قد قد، أو قدني قدني، أي حسبي حسبي، امتلأت لما وضع الرحمن عز وجل فيها قدمه سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا يعقوب بن عبد الله يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: علمه وسع السماوات والأرض. هذا أحد الأقوال الثلاثة في معنى الكرسي، فإن فيه ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا ثابت من حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري، وليس مثله مما يقال في الرأي. المعنى الثاني، وهذا المعنى هو الصحيح، القول الثاني أن قوله وسع كرسيه، أن الكرسي هنا بمعنى العرش نفسه، وهذا قول ضعيف. وأضعف من هذا القول من قال إن الكرسي هو العلم، وفي ثبوته عن ابن عباس النظر، في ثبوته عن ابن عباس نظر، لكنه أحد الأقوال المروية عن جمع من السلف في معنى الكرسي. نعم. قال حدثني ثبت عن ابن عباس ما سبق أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة للعرش، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. نعم. وفي لفظ آخر قال: والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. نعم. قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري إملاء قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا النضر بن أنس عن ربيعة الجرشي في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال: ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. نعم. ذكر الله أن السماوات والأراضين مطوية بيمينه في آخر سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب، يده الشمال قال إنها خلو ليس فيها شيء، لأنه لم يأتي أن بها شيء. وأحسن من هذا أن يقال: الله أعلم بما فيها، لأنه لم يذكر لنا باليد الأخرى شيء، لا إثبات ولا نفيا، فنبقى على حد ما أخبرنا وما أعلمنا. نعم. قال حدثني أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، لكن هذا فيه إثبات أن الله له يدان ثنتان، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال جل وعلا في شأن إبليس: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله له يدان، إحداهما يمين والأخرى تسمى الأخرى وتسمى الشمال، لكنهما مستويتان في الفضل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:
وكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف وفي الفضل والمزية، لا مزية ليد على أخرى. المخلوق يمناه أكرم من يسراه ولا لا؟ واليسرى أردأ من اليمنى، لكن في حق ربنا سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل والمزية، فلا مزية ليد على أخرى، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال: حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة العبسيان قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: أتضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: أتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. وهذا حديث أبي سعيد ثابت في الصحيحين في إثبات رؤية الله جل وعلا، كما ترى الشمس في رحل الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يصيب الناظرين إليها مضرة ولا مضارة ولا مضامة، بل بوضوح وجلاء ولا مزاحمة. وهذا كما في القمر يراه الناس وهو بدر، المرء واحد والراؤون كثيرون، كل الخلق يراه، المؤمن والكافر، الإنس والجن والبهائم والجماد، والمرء واحد وهو القمر، فالله من باب أولى سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثني أبو معمر قال: حدثنا يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته. نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا جاء في حديث جرير: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وهي العصر، وصلاة قبل طلوعها وهي الفجر، فدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر والعصر أنهما سبب لتحقق رؤية الله في الدار الآخرة. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، خرجه في الصحيحين. نعم. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن الحسن بن جرموز قال: سمعت الضحاك بن قيس يقول: إن الله عز وجل إذا رضي عن قوم أقبل عليه. قال: سمعت الضحاك بن قيس رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل إذا رضي عن قوم أقبل عليهم بوجهه. الله أكبر. إذا رضي الله عن قوم أقبل عليهم بوجهه من رضاه عنهم سبحانه وتعالى. نعم. في إثبات أن الله جل وعلا يرى، وأن له وجه، وأنه يرضى، فأما رضاه فمن صفات أفعاله، وأما وجهه فمن صفات ذاته، ويقبل بوجهه فيراه خلقه جل وعلا، يراه عباده المؤمنون في الجنان كما يرونه في العرصات. نعم. قال: حدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة قال: ضاحكة إلى ربها ناظرة. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال: حدثني هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد يعني الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: ما يأمن داود عليه السلام يوم القيامة حتى يقال له: أدنه، فيقول: ذنبي ذنبي، حتى بلغ، فيقال: أدنه، فيقول: ذنبي ذنبي حتى بلغ، فيقال له: أدنه، فيقول: ذنبي ذنبي حتى بلغ مكانا الله أعلم به. قال سفيان: كأنه يمسك شيئا. الله أكبر. هذا من رواية عبيد بن عمير الليثي، وكان قاصا، هذا من قصصه عن أخبار من قبلنا. فالله جل وعلا يدني من شاء من خلقه، هذا ثابت في شرعنا،
والحديث هذا علته حميد الأعرج وهو مضعف. نعم. قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا الأقرع أن سفيان زاده حتى يضع يده في يده. الله أكبر. وثبت هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يدنيه ويقربه حتى يجلسه على العرش. وفي حديث رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختلف الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم. فوضع يده بين كتفي فوجدت برد أنامله في صدري. فقلت في الكفارات والدرجات. وفي المؤمن أن الله يدنيه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه سبحانه وتعالى. نعم. قال سألت أبي عن الأقرع فقال كان من أصحاب الحديث وذكر أنه سأله عن شيء من الحديث. قال أبو عبد الرحمن والأقرع يقال له أبو إسحاق الأقرع. من أبو عبد الرحمن يا مجذوب؟ أبو عبد الرحمن من هو؟ تبيه مناحي؟ أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن الإمام أحمد صاحب الكتاب. نعم. قال أبو عبد الرحمن والأقرع يقال له أبو إسحاق الأقرع بصري كان مقيما بمكة كان عالما بسفيان بن عيينة وحدثنا عنه محمد بن أبان البلخي رحمهم الله. نعم. قال حدثني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى قال ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه يمس بعضه. الله أعلم. وهذا ليس بغريب فإن داود له عند الله زلفى لما آب وتاب إلى ربه وهذه الزلفى المنزلة القريبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا به جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال إن داود عليه السلام يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة في كفه فيقول يا رب خطيئتي مهلكتي فيقول له كن بين يدي فينظر إلى كفه فيراها فيقول يا ربي خطيئتي مهلكتي فيقول كن عن يميني فينظر إلى كفه فيراها فيقول يا ربي خطيئتي مهلكتي فيقول خذ بحقوي فذلك قوله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سألت أبي عن أبي عبد عن عبيد الله فقال اسمه سليم مولى أم علي قال وروى عنه ابن جريج. هذا عن مجاهد وقد يكون مما أخذ عن بني إسرائيل لكن فيه في الإسناد هنا عبد الملك بن أبي سليمان له أوهام. فعلى كل حال هذه من أخبار من قبلنا. يكفينا أن الله عز وجل خص داود بأن له عند الله منزلة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما هذه الزلفى؟ لا نقول إلا بما ثبت وما صح بها والله أعلم. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثني عبد الصمد بن كيسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. نعم. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا في مسألة رؤية الله أن النبي قال رأيت ربي وثبت التحقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه رؤيا قلبية ليست رؤيا بصرية ولا رؤيا منامية. وذكرنا أن الرؤى ثلاثة قد تكون بصرية بالعين وهذه لا تكون في رؤية الله في الدنيا لقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار ولقوله سبحانه وتعالى لما طلب موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. الله في الدنيا لا يرى بالبصر. ليه؟ لا لخفاء المرئي لعجزنا نحن البشر أن نطيق ونتحمل. ولهذا ضرب الله المثل
بتجليه للجبل فلم يطق موسى، موسى الشديد القوي لم يطق، لو غير موسى إنسان طار قلبه من جسده. هذه الرؤية البصرية لا تكون في الدنيا، وفيها ما فجاء في الصحيحين حديث أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا، في رواية وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني رؤية المنام، وهذه تثبت لموسى لأنبياء الله ولغيرهم، لكن يراه كل بحسب اعتقاده بربه، فالمعطل يرى ربه بجهة التعطيل، والممثل المشبه يرى ربه بجهة التمثيل والتشبيه، والموحد يرى الله جل وعلا بجهة الكمال. المقام الثالث رؤية الله بالقلب، وهي التي ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الثابتة عن ابن عباس، فإن ابن عباس في الرواية عنه لم يقل رأى ربه بعيني رأسه، وقال رأى ربه، وهذا ثبت في حديث ابن عباس يرفعه وفي حديثه موقوفا عليه، كما ثبت في حديث معاذ رأيت ربي في أحسن صورة، وهي رؤيا قلبية لا بصرية ولا منامية، وهذه الرؤيا القلبية أرفع من المنامية، وليست كالبصرية لأن القلب يرى ما لا يطيقه البصر، كما أن في المنام ترى أشياء لو رأيتها في الطبيعة إنسان إيش هلكت لا تتحملها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والصلاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ لا ما قلت انها بدعة، سلامة عمرك، انا قلت ان الدعاء بدعة.